يا صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى فيديو روتين، عشان في كتير منكم طلب الروتين ده. اول ما صحيت من النوم كده يا حلوين، خدت الفيتامين بتاع الشعر ده، اساسي عندي، مقدرش ابدا ان انا استغنى عنه. تمام، صحيت بقى غيرت الايزابيلا ورضعتها واديتها دواء المغص بتاعها، لانها ما كانتش خدت طول الليل وكان عندها مغص، فقعدت بقى زي كده وقعدت تلعب. تمام، وبعد كده قمت بقى ايه، احضر الفطار بتاعي. الايام دي انا بعمل صيام متقطع، بس صدقوني مش كل يوم بقدر عليه لانه صعب جدا. حضرت بقى الجبنة والعسل بتاعي والتوست بتاعي اللي غلى بقى ب27 جنيه يا جماعة، وخدت 2 كده حطيتهم في الميكرويف. انا بنشفه خالص، بخليه يعني كريسبي كده بيقرمش، بظبطه على 10 دقايق بالظبط، يعني بيتظبط على الاخر. تمام، الكفر اللي انا حاطاه جوه الميكرويف ده عشان الاكل ما يلزقش او يوسخ بقى الصاج بتاع الميكرويف وكده. ده كان شكل الفطار بتاعي، جبنه لايت اللي هي دومتي لايت، وتوست بالعسل، وحبه خيار كده، قلت يبقوا جنب الجبنه لما اجي اكل اللي هو التوست اللي بالجبنه. تمام، انا قضيت اليوم كله دايت عادي. جيت بالليل بقى اتجنينا انا ومرون، وطلبنا من عند كرم الشام. انا بحب الاوردرات الليليه دي جدا يا جماعه، ما بعرفش استغنى عنها. طلبنا اللي هو الماريه شاورما والفتة الشاورما دي والبطاطس، وكان معايا كمان كولا. مش هتصدقوا العرض ده كله كان ب95 جنيه بس. تمام، تاني يوم الصبح بقى، ده روتين يومين. بصوا السرير كان متبهدل ازاي، طبعا بقى من ايزابيلا ومرون، وانا ظبطت بقى كده السرير. ايه رايكم في الحركه دي بقى؟ ظبطت السرير كده وحطيت كيستين بتوع ايزابيلا، دول ملازميني بقيت حياتي، حطيتهم كده جنب مني، وحطيت كمان ازازه الميه اللي انا شربتها اصلا جنب مني عشان ما يجيليش هبوط. طول ما انا قاعده بايزابيلا وبردتها وكده، يعني بحس ان انا هيجيلي هبوط من القعده. تمام، فده شكل كده مفرش السرير بتاعي او ملايه السرير يعني. المهم بقى ايزابيلا البامبرز بتاعها خلص، ماما بصراحه اللي جابته لها، جابت لي مولفكس. انا اصلا ما بستخدمش غير مولفكس من ساعه ما ايزابيلا اتولدت، يعني من شهرين. على فكره ايزابيلا النهارده كملت شهرين، وهتعرفوا دلوقتي عملت ايه في اخر الفيديو. بستخدم دلوقتي مولفكس واحد، كان زيرو بدا يسرب معايا لانها كبرت شويه. تمام، دلوقتي بقى لقيت حته جبنه كده ملهاش اي لازمه في التلاجة، حطيتها كده في علبه وقلت اسيبها لو اي حد عايز ياكلها، ما رضيتش ان انا ارميها. دخلت بقى كده، وكان في عصير مانجا قمر يعني، دخلت كده بقى الحمام. طبعا انا عندي السباكه رايحه في داهيه خالص، فطبعا كل ما حد يستحمى شعره وقع اي حاجه بتتراكم على البانيو، ومهما اغسل برضو الميه ما بتنزلش في البانيو والاتربه بتتراكم، فاهمين قصدي؟ حطيت بقى كده هاربيك، وحطيت كمان منظف كده من ماي واي، وغسلته كده زي ما انتوا ما شايفين. بس المشكلة زي ما انتوا ما شايفين برضو المية مش هتنزل، لان في عيب في السباك، عايز 4000 جنيه عشان يتعمل. بس احنا اصلا دي مش تمليك، فهنعملها ليه ب4000 جنيه طول ما احنا اصلا ماشيين منها؟ ده المنظف بتاع ماي واي اللي هو كلين اللي انا حطيته في البانيو، صراحة يا جدعان ملوش اي 3 لازمة يعني، عشان تكونوا عارفين يعني مش هتجيبني خالص، ما عملش اي حاجه. هاربك اللي هو ظبط الدنيا. بعد كده بقى قلت اروح احضر ببرونه لايزابيلا، كان الموضوع ده بعديها بساعتين كده. قلت اخدكم معايا بقى بالمره. الببرونه لازم تتغسل كويس جدا، انا كده غسلتها كويس جدا جدا يا جدعان. يعني ايزابيلا بقى بتاخد بيبلاك اي سي، يعني بترضع بيبلاك اي سي. تمام، لان هي عندها حساسيه من اللاكتوز، والبيبي لاك 1 بيعمل لها اسهال، وبيبي لاك اي ار بيعمل لها امساك، فده كان المناسب ليها يعني، اخترناه بعد عناء. مما عملت لها كده الببرونه بقى، وحضرت لها بقى حاجه الغيار بتاعتها، القطن طبعا، زيت جونسون، سيمكسون بتاع المغص، الفيدروب بتاعها، الحاجه بتاعتها. كنا دخلنا بقى ليلنا بقى. تمام، انا اصلا بحاول اشارك معاكم كل حاجه، بس ساعات بنسى ان انا بصور روتين صدقوني. اهم حاجة ان حاجتها تتظبط كده جنب مني، والسكتة والبافيتا، وطبعا طبعا طبعا البامبرز، يعني لازم احضر جنب مني 3 او 4 بامبرز، ده اهم حاجة عندي بصراحة يعني. تمام، فحطيتهم كده كلهم جنب بعضيهم عشان ما افضلش رايحة جاية كده كل شوية. المهم بقى النهاردة الصبح، النهاردة كده اليوم الثالث،
النهارده الصبح رحت خدت التطعيم بتاعي الشهرين، ما حبيتش ان انا اخره عليها، عايزه كده كل ما تتم شهرين 4 شهور كده تاخد التطعيم في نفس اليوم يعني. المهمه في الصحه قالوا لماما ان هي لازم تاخد ستال اول ما تيجي اللي هو خافض للحراره، وتاخده كل 6 ساعات لمده ايه يعني النهارده وبكره وبعد بكره بالكتير قوي. تمام، فانا اديته لها كده اول ما جت بعديها بساعه، وان شاء الله كده ساعتين وهديهولها، لان الساعه دلوقتي 4 وانا هديهولها الساعه 6 كمان. فهو يعني قالوا 4 نقط وانا اديتها ال4 نقط. بعد كده بقى كنت عامله صيام متقطع النهارده، حسيت كده المفروض كنت هكمل 12 ساعه، ساعه 1:30، حسيت الساعه 11:30 كده ان انا دايخه بجد، ما قدرتش، حسيت ان انا الدنيا بتلف بيا، فشربت عصير الجوافه بقى. هنا بقى انا كنت بعمل كمادات لايزابيلا لانها بدات المكان بتاع الابره يورم جدا، فدي رجلي يا جماعه اللي تحت ايزابيلا دي ما تاخدوش بالكم. حطيت لها بقى كده كمادات بالمناديل، ميه فتره، ما حطيت لهاش ميه ساقعه بصراحه، حطيت لها ميه فتره من الحنفيه، وفضلت احطها لها كده نص ساعه تقريبا او ساعه الا ربع، هي عماله تتحرك اصلا مش مستحملاها. وبس كده طبعا كانت محتاجه تغير بقى، حضرت لها كده حاجه الغيار بتاعتها وغيرت لها، هي اول ما جت اصلا من التطعيم يعني عملت بتبيع على طول. المهم ان انا قريت دلوقتي على النت ان السكاته طول ما هي عماله ترضع في السكاته ان ده بيقلل الالم بتاعها او بتتلهي في السكاته ومش بتركز او في الالم اللي بيكون عندها. فبصراحه اديتها السكاته لحد ما نامت اهي، هي دلوقتي نايمه بس مش نايمه النوم العميق اللي هو كل 10 دقايق بتقوم من كتر الوجع، فاهمين؟ قلت بقى احضر لنفسي فطار بقى يا جدعان، خلاص بقى اتكحرت، خدت العسل كده وحطيت الاتنين توست كده في الميكرويف، وانا حاطه الاتنين توست بتوعي، قلت كده ظبط اللي عايز يتظبط في المطبخ. بصراحه خدت الملمع او ماسح الاسطح ده من كلور، تمام، ده شكله حلو جدا بس هي ريحته نفاذه شويه، وظبطت بقى المطبخ ولمعت الدنيا بصراحه يعني، قلت اظبط الاداء ومسحت بقى البوتاجاز بتاعي وظبطت الدنيا وانا واقفه كده، بما اني كده كده واقفه ومستنيه التوست يتحمص، ولمعت بقى كده اللي هي المطبقيه بتاعتي وظبطت الاداء. بصراحه كنت جعانه جدا جدا فوق ما انتوا تتخيلوا يعني، جوع ملوش حل. حطيت بقى العسل على الاتنين توست، بصراحه ما حطيتش جبنه، ما كانش ليا نفس الجبنه، كان ليا نفس العسل جدا، بعشق اصلا العسل بالتوست. وقعدت كده بقى افطر وقعدت بقى افتكر حريتي من قبل ما اخلف يا جماعه. حرفيا يعني بصوا كنت جعانه، عارفين انا من كتر ما انا ما بقومش راكنه في السرير 24 ساعه بجوع وما بكونش قادره اقوم اعمل الاكل اصلا. ايزابيلا طبعا عم بتعيط عايزه تقوم معايا، جالها مغص عايزه اتغير، واصلا لما بسيبها وبقوم بتقعد تزن، فبقوم بقى في حالات الجوع الشديده قوي قوي. وحلوين، اتمنى الفيديو يكون عجبكم.